هو رجل الأعمال السوري فاتح شما الذي أذهل الأتراك كافة من خلال براءة الاختراع التي حصل عليها في توقيت قياسي. فما قصته وكيف حقق ذلك النجاح الذي أجبر الجهات المعنية في تركيا إلى تسجيل اختراعه رسمياً على الرغم من أنه لاجئ إلى ذلك البلد؟ يبدو أن ترجمة جديدة سيتم توثيقها لكلمة سوري لتعني معنى جديدا بعد الانتماء، وهو الإبداع الذي ارتبط بحياة السوريين سواء داخل البلد أو أينما هاجروا، حيث تصنع ظروف المعاناة إرادة خاصة نحو النجاح. إنه فاتح شما الذي هاجر إلى تركيا عام 2012، وهناك قرر الانتصار على جميع الظروف الصعبة التي واجهتها بعد أن قرر أن يثبت نفسه في ذلك البلد من خلال مشوار نجاحه الموثق. ومن خلال أشهر قليلة تحول فاتح من ضيف على ذلك البلد إلى محترف للغته يتحدث التركية بحرفية واضحة، بعد أن اعتبر اللغة مفتاحاً مضموناً لأبواب النجاح. وبعد قيام فاتح شما الذي يفضل الحديث عن نفسه بالإنجازات بدلاً من الكلمات، هو من مواليد اللاذقية، وبعد أن وصل إلى تركيا بدأ التفكير في تطوير ذاته يومياً بعد أن بدأ أولى خطواته من محل صغير في تركيا. ذلك المحل الذي صمم رجل الأعمال السوري على تطويره والوصول به إلى أهم مراكز الإنتاج. لم يوافق شما على العمل لدى الغير، وقرر أن يكون له مشروعه الخاص من خلال ذلك المحل الذي لم يكن يتجاوز 80 متراً، وفيه بدأ تصنيع أولى الماكينات المستخدمة في شركات الدعاية والإعلانات، بعد أن علم غياب تلك الماكينات عن السوق التركية، والتي تشمل آلات تصنيع الديكون وصناعة الأحرف البارزة من خلال الماكينة الخاصة بذلك. وأخذ رجل الأعمال السوري براءة اختراع عام 2012، وبدأ العمل على تطوير المعمل الصغير إلى مصنع بمساحة تتجاوز 2000 متر. وفي ذلك المصنع تم ضم أعداد من العمال السوريين والأتراك، وبدأ تصدير 90% من إنتاجه إلى مستوردين خارج تركيا، من بينهم مستوردون من دول عربية. وبالعودة إلى براءة الاختراع التي توصل إليها رجل الأعمال السوري، فهي تشمل أكثر من ماكينة لتصنيع الأحرف والكتابات المستخدمة في مجال الدعاية والإعلان، وهي ذات الآلات التي يتم التعديل عليها سنوياً في كل مرحلة تطوير تتم على الآلات المسجلة لدى الجهات البحثية التركية.